نبقى مع فن التصوير وجولة حول العالم للتعرف على أحد أهم الصحفيين المصورين سيباستيو سالغادو ومجموعته الشهيرة جينيسيس. سيباستيو سالغادو المجيز بدكتوراه اقتصاد بدأ مسيرته بالتصوير بثلاثينات من عمره، وسرعان ما أصبحت هالمهنة هوس بالنسبة له. لسنين وثق سالغادو الناس يلي بالقرب أو على هامش المجتمع، بالإضافة لأثار التغييرات بالمشهد الجسدي والنفسي للمناظر والصور الطبيعية المحيطة فينا، ويلي ناجمة عن قوى التحديث، العولمة والرأسمالية. مجموعات صوره يلي معظمها أخذ سنوات من العمل تلتقط بجمالية كبيرة الجانب الإنساني لقصة عالمية غالباً ما بتتضمن موت، دمار وانحطاط. Photography is a kind of phenomena. You are a complete part of the subject. They are linked to your camera. You become part of the system. Everything are acting together. You reach the maximum. You know that you cannot have a better picture. You grow with the phenomena. You are part of the phenomena. You come out of it. It's a huge pleasure to photograph. بيوصف سالغادو سلسلة جينيسيس وهي من أواخر أعماله على أنها رسالة حب بيوجهها للأرض، بيبحث فيها عن الأماكن المتبقية المشابهة للعالم الأسطوري بسفر التكوين بالعهد القديم من الكتاب المقدس. هالمشروع أخذ معه 8 سنوات من العمل، سافر خلالها على أكثر من 32 دولة بمحاولة لإيجاد الأماكن البكر والأراضي يلي بعدها بمنقع عن التطور التكنولوجي والحياة العصرية. من بين سفراته المتعددة لإنجاز جينيسيس بيذكر سالغادو رحلة قام فيها لمدة شهرين بإثيوبيا، عبر فيها مساحة 500 ميل سيراً على الأقدام. قصة شخصية بتدل على حرفية كبيرة كادت تتسبب بوفاته مرات عديدة، لكن نتيجتها أدهشت العالم بصور بتوثق أماكن وطريقة عيش ناس منسيين. I live 80 years in the place that were not the more accessible place, but I probably had a huge privilege to be in this place as I was coming back to the paradise. جينيسيس محاولة لنقل عظمة وجمالية هالمناطق يلي مناظرها الطبيعية وحياتها البرية ما زالت سالمة ونقية، ومجتمعاتها البشرية بتعيش وفقا لحضاراتها وتقاليدها القديمة. هي محاولة لتأمل وفهم أهمية حماية كل هالأمور وإلهام للعمل على المحافظة عليها بحسب سالغادو. We must preserve, we must consider all this with our real world heritage. I believe that is the line that put all these pictures together. وبالرغم من عدم تركيزها بشكل محدد على البيئة، لطالما عالج سالغادو بأعماله السابقة مثل Other Americas, Workers و Migrations العلاقة المتضررة والمتدهورة بين الطبيعة والإنسانية عند اجتماعهم. لكنه وبجينيسيس ابدى رغبته المتزايدة بإلقاء الضوء على المخاوف البيئية من خلال صور بتقطع الأنفاس. وبيعتبر الصحافي بنيويورك تايمز بيتر فاترمان إنه يلي بيميز سالغادو عن غيره هو إنه ما بيقصد الأماكن فقط لالتقاط الصور وبيغادر من بعدها مثل معظم المصورين، بل هو بيعيش مع مواضيعه لأسابيع قبل ما يلتقط أي صورة. بالإضافة لكونه سفير النوايا الحسنة لليونيسف، بيخصص سيباستيو سالغادو قسم كبير من وقته لإعادة التحريج والتثقيف البيئي،
فهو وبالتعاون مع زوجته ليليا ساهم من بداية التسعينات لليوم بإعادة ترميم أكثر من 1500 فدان من الأرض بالبرازيل، محولاً بنجاح قسم منها لمحمية طبيعية بتحمل عنوان معهد تيرا. بالإضافة لمهمة إعادة تشجير الأراضي، بيوفر معهد تيرا دورات تعليم عملي لمسؤولي البلدية، المعلمين، المزارعين والتلاميذ، وبيبرهن هالمعهد بحسب سالغادو إنه من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء واستعادة الأشياء يلي افتكرنا إنه فقدناها للأبد. We started to understand that we cannot destroy more. We destroyed too much. And my hope is that together we start with this incredible amount of information that we have today, this incredible conscience towards of the ecology, that we must protect this part, that these pictures will be not archaeology, will be just a cross-section of these parts of the planet that to be stay forever. We need them to stay forever. صاحب ضمير اجتماعي فريد برهن سيباستيو سالغادو عن التزامه لرفع الوعي البيئي من خلال طريقة تصويره يلي تجاوزت الجماليات لتنقل مشاعر مثل المشاركة والتعاطف وتمس بجوهر إنسانيتنا. وأثبتت رؤيته قدرة الصورة على تغيير الإدراك الحسي وترجمة الواقع، وبالتالي رؤية العالم بطريقة مختلفة.